وللحديث عن العقوبات الأمريكية والأوروبية على تركيا والسيناريوهات المتوقعة ينضم إلينا من إسطنبول على الخط الهاتفي الكاتب والصحفي مصطفى أجزان. أهلا وسهلا بك معنا سيد مصطفى. أهلا أهلا، مساء الخير. مساء الخير. عقوبات أمريكية على أنقرة بالتوازي مع عقوبات أوروبية، كيف تصف هذه العقوبات من حيث التوقيت والرسالة؟ طبعا العقوبات الأوروبية مؤجلة حتى الآن لمارس القادم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باشرت وبكرت في اتخاذ بعض القرارات في فرض العقوبات على تركيا، ولكن هذه العقوبات رمزية ليست قاسية، لذلك تركيا لا تترس كثيرا على هذه العقوبات، ولكن إنما يعني يتربع بايدن إلى كرسي الرئاسة عندما يفرضون عقوبات جديدة. في هذه الحالة سيكون هناك رد فعل تركي قوي ربما، لأن هناك بعض الخيارات أصلا لتركيا. تركيا في الآونة الأخيرة تتجه شرقا إلى روسيا وإلى الصين، توثق العلاقات مع هذه الدول، وأيضا يمكن الاستغناء عن بعض القواعد الأمريكية. هذا أيضا مطروح على طاولة طبعا رد فعل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يعني ينتظر أصلا أفعال إيجابية من إدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. قال مرتين على أنه التقى شخصيا مع جو بايدن وهو داره في البيت، لذلك يتعرفان بعضهما بعضا. لا ينتظر منه أصلا رد فعل تجاه تركيا قويا. مع ذلك هناك طبعا لوبيات وهناك بعض الجهات قريبة في حاشية الرئيس الجديد جو بايدن، ربما هم يضغطون على الرئيس الجديد حتى يتخذ قرارات تعسفية ضد تركيا، ولكن مع ذلك رئيس الجمهورية لا ينتظر من جو بايدن معاملة قاسية تجاه تركيا. نعم، وفي نفس الوقت لا يوجد هناك احتمال أن تعود تركيا عن قرارها بتفعيل منظومة اس 400. هذا صحيح، يعني هذا يعني قيد المقول صار المقول من جهة تركيا. طبعا هم ضغطوا، وزير الخارجية الأمريكية كم ضغط على تركيا لإقناع تركيا أو ثنية تركيا عن هذه الخطوة، يعني استيراد منظومة دفاعية روسية، ولكن تركيا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت، صواريخ باتريوت، ولكن هم تنصلوا ولم يفوا بأي شيء من تزويد تركيا من هذه الدفاعات الجوية، لذلك تركيا اتجه مضطرا إلى اشتراء منظومة اس 400. هذا حق تركيا، حتى اليونان لديه اس 300 هم استوردوا من روسيا، وليس هناك رد فعل من مجموعات الغربية تجاه اليونان، ولكن هم يعاقبون تركيا فقط. نعم. هذا طبعا يتطلب من تركيا رد فعل إذا يقتضي الأمر. ما هو رد الفعل يعني؟ أو أولا يقال بأن هذه العقوبات ليست مؤثرة أصلا، يعني هي ليست صحيح. بمعنى صحيح. عقوبات مؤثرة، وبالتالي ردة الفعل التركية ستكون وفقا لهذا المعطى يعني. نعم صحيح، يعني هذه العقوبات رمزية، فرضوا بعض العقوبات على شخصيات معينة، هذه الشخصيات لا يكترث بالعقوبات ضدهم، وهم لا يزورون أصلا الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحتاجون لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هذه العقوبات رمزية جدا، لا تكترث لها تركيا ولا يكترث لها الشخصيات المفروض عليهم هذه العقوبات، ولكن إنما يعني إدارة جديدة تأتي إلى سدة الخم وتفرض عقوبات جديدة. في هذه الحالة إذا كانت عقوبات قاسية، تركيا طبعا تتخذ بعض التدابير، طبعا اجتهينا عن بعض القواعد الأمريكية، بعض القواعد العسكرية الأمريكية في تركيا وما إلى ذلك، يعني لدى تركيا أوراق أيضا. نعم، لديها أوراق. السؤال الثاني عن مدى يعني تمكن تركيا من أن تصبح بالفعل قادرة على تأمين صناعاتها الدفاعية وتحصين قرارها السياسي، هل نتحدث عن تركيا الآن في وقد وصلت إلى هذه الدرجة؟ يعني طبعا كما يقال مصائب قوم قوم قواعد أو شابه ذلك، يعني إنما يفرض أي عقوبات على أي بلد
طبعا على البلد يطور ويتقن بعض الصناعات الصناعات الذي حاجة إليها مثل إيران. هناك فرض عقوبات من أمريكا ولذلك إيران تطور بعض الأسلحة، وباكستان كذلك تطور بعض الأسلحة، وتركيا أيضا لما فرضت عليها بسبب قبرص يعني التدخل العسكري في قبرص، تركيا طورت بعض الصناعات العسكرية في السنوات الأخيرة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تزود بطائرات مسيرة، لذلك تركيا اضطرت لإنتاج المحلي من هذه الأسلحة، وهذه الأسلحة يعني أثبتت جدارتها في بعض الغروب في ليبيا وفي نعم. قفقاسيا أذربيجان أذربيجان وما إلى ذلك. إذن محروم يعني إنما تهرم يعني أي بلد من الوصول إلى مثل هذه الدفاعات تحتاج إليها فهي تطور بنفسها. هذا ما تحصل في تركيا. نعم. طيب في موضوع آخر بالنسبة للعقوبات الأوروبية التي جاءت بالتزامن، يعني هل هناك ثمة علاقة، ويعني كيف تنظرون إلى هذه العقوبات الأوروبية؟ طبعا الأوروبيون أصبحوا أقرب إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ربما يتكيفون معها في بعض التصرفات، منها أيضا فرض العقوبات على تركيا، لذلك يستشيرون فيما بينهم. هم كانوا بعينين حتى ألمانيا وغيرها حتى فرنسا عن إدارة ترامب، لأن رأوا أن إدارة ترامب متعصبة ضدهم، لذلك هم كانوا يرحبون بمجيء إدارة جو بايدن، وربما هم يعني يرتبون علاقاتهم مع دول الثالث بالاستشارة بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن ليس هناك مقطع أصلاً للمنظومات الغربية لا للأوروبيين ألمانيا وغيرها لفرض عقوبات قاسية على تركيا. ليس هناك أصلاً سبب مبرر لفرض مش فرض هذه العقوبات، وتركيا ليس معادية برمتها تجاه الغرب. تركيا ليس روسيا منافس رئيسية لدول الغربية، ولكن تركيا داخل مجموعة الأوروبية أو مجموعة الغربية. لماذا يعادون لروسيا؟ شكرا لك أستاذ مصطفى أجزان الكاتب والصحفي التركي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول. شكرا لك.